السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح الديزاين بتاع الشير وولز على اليتابس، وده ان شاء الله هيكون اخر فيديو فيه شرح. يعني بعد كده ان شاء الله هيكون في فيديو صغير كده بيتكلم عن الديتيلنج، لكن كده خلاص يبقى احنا عملنا كل يعني او طلع الاوتبوت المنتظر من البرنامج اللي هو تصميم الحوايط وتصميم الشير وولز والكورس. طبعا بنعمل الديزاين ده ازاي؟ اول خطوه، سواء انت عملت رن او عملتش رن مش هتفرق، تعرف في البلان اي بلان منهم واعمل سيلكت اوبجكت تايب وولز، قلت كليك يمين شو سيلكت اوبجكت اونلي، دي اول حاجه. طيب تاني حاجه نعمل ايه؟ بنيجي نعرف لكل حيطه هنصممها، هو دلوقتي كام حيطه؟ زي مثلا هما حوالي مثلا 15 حيطه. بنيجي نعرف لكل حيطه حاجه اسمها بير ليبل. ايه البير ليبل ده؟ البير ليبل ده حاجه طريقه اخراج النتائج. يعني انا بدل ما اقول له هي مثلا المفروض ان البلاطات ان الحيطان دي عباره عن شير اليمنتس، فبيطلع لك عليها مونت ام 1 وام 2 في كل اتجاه كل متر، يعني يطلع لك مونت كل متر كده واخد شريحه متر. فبدل ما اطلع مثلا الشريحه دي عليها كذا والمتر ده عليه كذا والمتر ده عليه كذا، عايز التوتال مومنت على الحيطه. فالبير ليبل ده زي بيعمل انتجريشن للاستريسز او المومنتس على البلاطه او على يعني على الحيطه. فبعمل ايه؟ باجي مثلا مختار الحته دي كده. طبعا قبل ما تختارها اعمل اول ستوريز عشان تختارها في كل الادوار، واختار ده كده، اعمل اساين شيل بير ليبل زي ما قلنا ده معمول رن، مش هتفرق قبل الرن او بعد الرن، لان هي حاجه بتجميع نتائج ما بتطلعش نتائج جديده. واعمل موديفاي واعمل بير ليبلز وعدد الحوائط اللي هنصممها. زي انا دلوقتي هعمل 3 عشان بس ايه ننجز وقتنا، ف 2 3 اوكي. هتيجي كده انت اخترت ده، تختار 1 وتعمل ابلاي بقى 1. طبعا الحاجات دي بس عشان انا كنت شغال من قبل كده فهشيلها. ابلاي 2 ده 3 وعايز دول الغيهم واعمل دول كده نون، انا مش هصمم دول دلوقتي. تمام، يبقى انا كده عملت التلاته اللي انا هصممهم. بعد ما عملت كده تيجي تقوم واقف هنا كده على علامه الديزاين بتاع الشير وول ديزاين، تقوم داخل في اول حاجه اللي هي الوول. قبل ما تخش، طيب هنا احنا هنصمم ازاي الشير وولز؟ الشير وولز مصمم ان احنا دلوقتي عندنا ابعاد خرسانيه، عندنا ابعاد وسمك بنبدا بكون مثلا سيخ بدانا بكون ب 25 سم، ما نعملش حيطان اقل من 25 سم. وبعد كده هنخلي البرنامج يطلع لي نسبه التسليح المتوقعه، وزي ما هنشوف بقى امتى بقى نحكم ان ده كويس او مش كويس بعد الديزاين. فالمهم اول حاجه هنخش على فيو ريفايز بريفرنسز، بتختار الكود بتاعك بي اس 97 ده اللي شبه الكود المصري، وتخلي اليوتيلايزيشن فاكتور ليميت ب 0.8. احنا كنا في العمليه خلينا 0.9 تقريبا، احنا بنخليه 0.8. طبعا هو ليه بقول تقريبا؟ لان انا ممكن اكون خليتها 0.85 او 0.8 او 0.9، بس انا ال 0.9 ده ما بنعملش اكتر منه. هنا الشير وولز بنخليها 0.8، ده بيطلع نتائج شبه الكود المصري. فاقوم ندوس اوكي، يبقى دي اول خطوه. تاني خطوه هتخش تعرف الديزاين كومبانيشنز، طبعا عشان انا كنت شغال على الفايل قبل كده. انت هتخش هتلاقي المنظر كده، هتقوم مضوي هنا كل الكومبانيشنز اللي انت عايز تصمم عليه كده وكده، هما ال 14 كومبانيشن او 13 كومبانيشن بتوعنا، وندوس اوكي. ماشي، بعد كده بتيجي تختار حوايطك كلها اللي هتصممها، وتعمل حاجه اسمها اساين بير سكشن يونيفورم. يعني ايه؟ يعني انا اقول له عايز اقول لما تيجي تصمم لي هنصمم الحيطه دي على انها فيها حديد يونيفورم، ندوس اوكي. هتلاقي بيقول لك اختار الماتيريال كونكريت. تمام، طيب هتلاقي اختار البار سايز والسبيسنج. يعني طبعا زي ما قلنا من شويه هو اصلا مش يعني انا بقول له صمم، يعني بقول له يعني بقول له طلع لي الحديد اللي انت انا محتاجه. يعني انا مش محتاج اعرف تسليح، بس البرنامج ما بيشتغلش غير بالطريقه دي، لازم تعرف له تسليح وتقول له رن وديزاين. يعني هتختار تسليح، اي تسليح اضرب اي ارقام، سايز بار سايز 10 على سبيسنج مثلا 0.25، وتقول له انفورسمنت تو بي ديزاين. هتلاقي في الديزاين نتائج الديزاين مطلع لك رقمين، الرقم اللي موجود اللي هو الاكتوال اللي انت افترضته ده اللي هو فعليا ملوش اي قيمه بالنسبه لنا، والرقم اللي هو محتاجه. انا الرقم اللي هو محتاجه ده هو الاساس، بس انا لازم اعرفها بالطريقه دي، ما عنديش حل تاني في البرنامج. وندوس اوكي. بعد ما عملنا كده هنقوم مختارين الحوايط دي كلها، ونيجي هنا نعمل ستارت ديزاين تشيك. كده هو خلص الديزاين، هتعالى نقف في 3 دي. دلوقتي صممنا الثلاث حوايط دول اللي هو ده وده وايه الكور والشير وول الشير وول والكور. تعالى نعمل كليك يمين على الحيطه دي،
هنيجي ننزل تحت هنا الفليكشر ديزاين ان ام 2 ام 3، هتلاقي في حاجه اسمها ريكوايرد رينفورسمنت ريشيو وايه كارنت رينفورسمنت ريشيو. كارنت دي مش مهم، المهم عندي الريكوايرد. الريكوايرد هتلاقيها طالعه في توب وفي بوتوم. البوتوم يعني بوتوم البلاطه القاعده، بوتوم الحيطه تحت والتوب تحت تحت الموقع. عشان انا واخد الحيطه اللي في الدور الارضي او اللي هي من البيزمنت ستوري هون يعني، فبيديك نسبه انت تسليحها وبصمم في مكانين يعني، فانا دلوقتي هاخد الكبير طبعا. فدلوقتي يعتبر محتاج نسبه تسليح 4% او 4.16%. هو البرنامج هنا بيقول لك ان اي حاجه عديت ال 4% ده بيزرع الكود البريطاني انسيف. احنا براكتيكلي ما بنحبش نزود على 2.5-3% يعني عشان تعرف تدرس التسليح. طيب ازاي ال 4 يعني انها طلعت اقل يعني؟ طبعا هي دلوقتي طلعت اكتر. عشان تسيفها قدامك كذا حل، يا اما تزود حيطان في المبنى، يا اما تزود سمك الحيطه دي، يا اما تطول او تزود ابعادها. وكل حاجه من دول بتبقى بالخبره، انت بتعرف امتى تعمل ده وده وده، ولكن في الاول انت هتقعد تجرب لحد ما تسيب معاك. دي اول نقطه. طيب ال 4% دول هترسمهم ازاي؟ احنا دلوقتي عندنا ابعاد الحيطه 3.25. جيب عرفني بقى، احنا دلوقتي لو ضربنا النسبه دي في الحديد في الابعاد الكونكريت دايمنشنز هتطلع الحديد توتال اريا الحديد اللي محطوطه اللي هي هو ده لك برضه. طيب دلوقتي احنا اقل دايمتر بنحطه كام؟ فعليا بنحط اقل دايمتر 16، وما بنحبش نزود عن 22، وقد في بعض الاوقات لو قفلت منك قوي تحط 25. بدي اول نقطه. طيب السبيسنج بين البارز، اقل سبيسنج 100 ملي، اكتر سبيسنج 200 ملي زي البلاطه. بمعلوميه الحاجتين دول انت تعرف تقدر ترص تسليح في الحيطه. بتحط انت بترص تسليح ازاي؟ ترص تسليح في الجنب اليمين وفي الجنب الشمال. فانت سي مثلا طلع لك ان الحيطه دي عايزه مثلا سي 30 سيخ فاي 22، بلاش في خلال 60 سيخ فاي 18، يبقى 30 سيخ على جنب اليمين و30 طبعا انا بكره على طول الحيطه مش على الكورنرز، 30 سيخ على جنب اليمين و30 سيخ على جنب الشمال. يبقى لو هي 3 متر تقريبا السبيسنج كام؟ 10 سنتي. يبقى انت تمام. انا بدي بس مثال. طيب ده كده بالنسبه للديزاين اللي هو الام والان، يعني ديزاين اللي هو كانك عملت الانتراكشن دياجرام بقى. طب نيجي لديزاين الشير. في الديزاين بتاع الشير احنا مش بنعتمد نتائج البرنامج قوي، او بعض الناس ما بتعتمدهاش يعني، وانا من الناس دي، لانها بتطلع شويه مختلفه عن الكود المصري لاختلاف طريقه التصاين الديزاين بتاعه الشير هنا. لكن ايه بنعمل ايه؟ نيجي ناخد الكريتيكال شير اللي مطلعه اللي هو في توتال ده. في توتال الكبير، وتاخد النورمال اللي قصاده وترجع للاكسل شيت بتاعنا. هتلاقي الاكسل شيت فيه حاجتين، في حاجه اسمها كريتيكال طبعا داخل اف سي يو فيلد، وتلاقي في حاجه اسمها الس وير وكريتيكال في القطاعات. الكريتيكال ده ايه؟ الكود المصري بيفترض ان في جزء تحت في الحيطه من كتر الزلزال رايح راجع الخرسانه بتكراش تماما، فالخرسانه تقريبا مش شغاله، فبيعمل تاثير الكونكريت كله، وده كريتيكال. ساعات بنمشي ده عملنا كله، ولو ساعات بتبقى عايز تقصقص قال الحديد شويه بنروح نصمم برده الس وير ده، او تقريبا الجزء اللي بيبقى يعني الجزء الكريتيكال ده بيبقى بنفس ابعاد الحيطه. يعني لو الحيطه 3 متر يبقى على ارتفاع 3 متر هتستعمل الموضوع الكريتيكال، وان كان بقول لك بمشي كله على ارتفاع المبنى لان ما بتفرقش كتير قوي يعني. طيب اول حاجه الان بكام؟ الان ب 8500. طب والشير؟ طبعا خلي بالك ان الحيطه اصلا دي انصيف، فطبعا يعني هي اصلا كده كده المفروض لسه ابعادها هتكبر وترن تاني، فرقم الشير اللي هيطلع هيبقى غير منطقي، بس انا عايز اوريك الطريقه يعني. والفي 2106، والابعاد اللي كانت موجوده في الاول هنا في الاول 250 و300. بنحط كانت كام؟ فاي 10 من فاي 10 او فاي 12، وممكن نوصل 16 في بعض الاوقات. طيب فراغ كده كام؟ سفرين كان في حاجه مش مظبوط. اه دي لسه دي 3000 مش 600. طيب لو حطها فرعين كان هتلاقي ان هو محتاج ان هتلاقي في ان بي دي 18 سي. يعني محتاج احط كانت ب 18 سي كانت في المتر، ده قليل قوي او كتير قوي. فانا لو حطيت 12 هلاقي بقى 13 في المتر. طبعا ارقام كبيره لان انا بقول لك لسه هي اصلا هي انصف في المومنت، فانت لما هتكبر لسه القطاع فهتلاقي الدنيا ريحت معاك. يبقى هو كده محتاج 13 سيخ في المتر ككنات ديزاين. يبقى احنا كده اتكلمنا على الديزاين بتاع الايه الشير وولز. لسه بقى يعني دلوقتي احنا كده طلعنا التسليح الطولي وطلعنا التسليح الكنات اللي هو بتاع التصميم، لسه شويه حاجات ليها علاقه بالديتيلنج هنتكلم فيها في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.